باش نضيو السلبيات ونزيدو في الايجابيات، وان شاء الله مباشره بعد الغد بعد الاستفتاء تكون جزائر جديده بكل مقوماتها وتشريعاتها وتنظيماتها، ويكون فيها مكان يعني للشبيبه الجزائريه نفس المكان اللي عطاته لهم الثوره يعني في 54. الجزائر الجديده راح تعطي للشبان يعني امكانيه تحقيق الذات نتاعهم وامكانيه بناء بلادهم بسواعدهم بالاراده نتاعهم. شكرا. نحن عارفين في 54 ابائنا واجدادنا المجاهدين والشهداء اسسوا لثوره دامت اكثر من 7 سنوات ونصف، اسسوا لثوره انتهت باستقلالها ان شاء الله نوفمبر 2020. الملحمة التي سيصنعها بكره ان شاء الله الشعب الجزائري في ذهابه القوي الى مكاتب الاقتراع وتغيير مستقبل وبناء جزائر الجديدة. لذلك فنوفمبر 2020 ونوفمبر البناء، نوفمبر تشييد، نوفمبر الجزائر الجديدة كما كان نوفمبر 54 نوفمبر التحرير.